مبرراتهم على المشاركة في الموضوع طالما هم يملكون فريق جيد لاعبين محترف لاعبين جيدين كان المفروض كلهم شاركوا بس تعرف هذا قرار إداري من الأخوان هم ارتئوا يأخذون يعني تمون بالوضع الداخلي قبل يرتقون بالوضع الخارجي بس هم كانوا يعني لو مشتركين بهذا الفريق لربما كان لهم يعني حظوة أفضل بهذا الفريق. أنت شنو رأيك كابتن عامر؟ أنا أقول القرار رغم هم قرار حرين به ولكن على ضوء الفريق اللي موجود وشوف أنت حتى لو مشتركين بالآسيوية بعض النقاط حتى ما راح يأثر عليهم بالدوري المفروض كان بهذه التوليفة الموجودة بالمستوى اللي جاي يقدمه كان الفريق أعتقد قدم مستوى جيد وممكن يتأهل الدور الثاني فأنا مع مشاركة الشرطة في البطولة. شكرا جزيلا كابتن ثامر الرحال دائما يدز رسالة من تخلص البرنامج خلصت الحلقة كابتن والرسالة جدا طويلة بس هيك بعيدا عن موضوع المنتخب وزارة ماذا يريد أمين بغداد.